جدا. فريده ازيكي فريده؟ الحمد لله كويسه. عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. بقى انت بقى اصغر كاتبه في معرض الكتاب؟ الحمد لله. يا سلام سلم. بقى انا داخل على 50 سنه وما عملتش لحد دلوقتي كتاب واحد. احكي لي كتاب عن ايه؟ هو انا صادر ليا 4 مؤلفات. ده كتاب مصر بعيون طفله، بيتكلم عن الجمهوريه الجديده والمشروعات القوميه الحديثه في مصر. جميل. انا اخترت الموضوع ده علشان يعني حبيت ان انا اتكلم عنه باستفاضه، لان ده مستقبلنا ولازم كلنا نعرفه عشان نقدر نحافظ عليه. وبصراحه يعني انا حلم من احلام حياتي ان انا اقابل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهديله نسخه من الكتاب ده واقول له شكرا نيابه عن كل الاطفال اللي في مصر، شكرا ان حضرتك يعني ساعدت ان يبقى في مشاريع كده تخلينا يعني عندنا الاراده والقوه والعزيمه ان احنا نقدر نكمل وننجح في حياتنا علشان احنا الاجيال المستقبليه اللي هتكمل بنا المشاريع دي. طبعا. وبعد كده انتوا اللي هتبقوا ماسكين البلد يعني، ده مما لا شك فيه، كل واحد بقى في المجال اللي هو بيحبه. برافو فريده، انا عاجبني كلامك بالمناسبه. ده اول كتاب. الكتاب الثاني ايه؟ انا بحب اشكر دار نبض القمه. أوكي. والاستاذ وليد عاطف، لان هو يعني ساعدني ان انا اترجم الكتاب، كتاب مصر بعيون الطفله. باللغه الكوريه. ده بالكوري؟ واللغه الفرنسيه بتطبع. انت بتوصلي للعالميه وانا لسه قاعد. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا عم عمر، ما تقول حاجه، قول حاجه يا عم ادم. ايه اللي بيحصل؟ كملي يا ست فريد. ايه اللي بيحصل ده يا عمر؟ واللي بيحصل ده يا جدعان؟ انت قدوه. الكتاب شو اللي بيصير؟ خلينا نضلم. وده الكتاب الرابع ليا، انت قدوه كن مؤثرا. ده بيتكلم عن القدوه اللي احنا لازم ناخدها في حياتنا. هم كانوا يعني اطفال من الجيل الجديد اللي هو جيلي. دايما بنتهاجم حبتين، اللي هو يعني احنا ما بندورش على قدوة او احنا يعني ما عندناش قدوة. لكن انا بمحي الفكرة دي خالص في كتابي. بحاول ان انا يعني اثبت ان احنا طبعا فخورين جدا باجدادنا العظماء اللي فعلا بنوا تاريخ مصر، زي طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم من العظماء. بس احنا كمان بندور على حد نحتذى به، يعني يكون من سننا او فاهم طريقه تفكيرنا، يكون من نفس الجيل ده علشان يقدر ان هو يقودنا ويكون فاهم طريقه تعبيرنا عن مشاعرنا. وبالتالي تبقوا بتساعدوا بعض وبتدوا لبعض. ايوه والله برافو عليك. دول كده الاربع كتب صح؟ وده كتاب حكايات فريده. ده حكايات فريده بنفسها. 22 قصه قصيره. فريده بنفسها. دول كم قصه؟ 22 قصه. 22 قصة. لا انا هرجع لك عشان انا بحب القصص، فانت هتحكي لي او يعني هتقولي لي تقريبا ال 22 قصة بيدوروا عن ايه. ماشي متفقين.